فزي ما قلت لك الحاجات دي بقى هتاخد وقتها كده وبعدين تتظبط. خلاص فاهم. انا كده كده معاك على تليفون ونشوف. تمام. نورت يا اشرف. تسلم يا جو. مش حبيبي. فكر في الكلام اللي قلته لك، دي فرصه حلوه قوي ليك وانت اولى بيها. حاضر. انا بس زي ما قلت لك عندي شويه حاجات لازم اخلصها الاول وبعدين اقدر ارد عليك. ماشي يا معلم. خلاص بس في موضوع تاني كده كنت عايز اكلمك فيه. امر. سلمى اللي شغاله معاك دي نظامها ايه؟ مش فاهم. مش دي اللي كانت مصاحبه حسام تانجو شويه اسماعيل الديزل؟ انت عايز ايه؟ هي يا معلم ولا مش هي؟ ماشي ده كلام قديم. ايوه انت عايز ايه؟ ماشي يا عم سيبك من القديم وخلينا في الجديد. انت ايه نظامك معاها؟ نظامي؟ ما تسألش عليا يا جو. انت راشق يعني ولا لا؟ يا ابني الكلام الهرتله اللي انت بتقوله ده. بصراحه كده هي عجباني وواكله دماغي وعندها استعداد، بس انا قلت عيب اعض في اخويا وحبيبي. لو هي معاك خلاص استنى لحد ما تخلص معاها، لو مش معاك يبقى انا اولى من غريب. مش عدان العيب انا كده؟ لا ما عدكش العيب يا اشرف. ليه بس يا معلم؟ ما ينفعش تكون في شركتي وبتتكلم عن الناس اللي بتشتغل معايا بالمنظر ده. انا مش اريال يا اشرف. مالك قافش كده يا نجم؟ بقول لك كانت بتلغيني. ما ينفعش يا ابني. انا اعرف سلمى دي كويس جدا. سلمى دي بنت محترمه. محترمه مين يا عم؟ انا لسه مسمعك لسه اللي كانت مصاحباها. بص يا اشرف الكلام ده اصلا ما يخصكش خلاص، وتوكل على الله دلوقتي عشان ما اسمعكش كلام يزعلك. توكل على الله يا اشرف. ماشي يا عم، ولو ان انا مش عارف انا غلطان في ايه بس حقك عليا. سلام يا جماعه. توكل على الله. هنا؟ اه سمعتي؟ اه سمعت. يظهر بقى ان ربنا حب يفوقني لما لقاني بتدلع شويه. كويس ان انا سمعت، عشان كده خلاص يا يوسف الموضوع انتهى. انتهى ايه وهبل ايه بس؟ تعالي عايز اتكلم معاكي في موضوع مهم في المكتب. تعالي.